السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في شرح جديد. وخا غيبت عليكم هاد المدة كاملة، بغيت رجعت بهاد اللعبة زوينة بزاف، تحدي الأذكياء. شوفوا تحدي هي لعبة سهلة بزاف، بوتون شوزو غرو، كاين فيها 4 ديال الفقرات. المجموعة 1، المجموعة 2، المجموعة 3، المجموعة 4، المجموعة 1. تحدي الإذاكية. أفيشاج دي زارتي. نشوفوا السؤال الأول. 1 دي كليز. ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ كليز. ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ أعطونا الحروف اللي ممكن يكونوا منهم جواب. لام، قاف، عين، ميم، راء، لام، صاد، حاء، كاف، ألف. بوتون. كنظن أنا القلم. ألف، لام، قاف، لام، كاف، بوت، حاء، بوت، صاد، لام، قاف، عين، ميم. بوتون. جواب صحيح. بوتون. ما هو الشيء الذي يكون أخضر في الأرض وأسود في السوق وأحمر في البيت؟ ما هو الشيء الذي يكون أخضر في الأرض وأحمر في السوق وأسود في البيت؟ ما هو الشيء الذي يكون أخضر في الأرض وأسود في السوق وأحمر في البيت؟ نشوف. باء، بوت، شين، لام، ياء، قاف، ألف، جيم، حاء، ألف، هاء. بوتون. هذا ما عرفتش شنو ممكن يكون. كنظن أنا الفحم. نشوف. باء، بو، شين، لام، ياء، قاف، هاء، ألف، حاء، جيم، ألف. بوتون. لا ما كاينش. قاف، ياء، لام، شين، باء، ألف، جيم، حاء، ألف، هاء. بوتون. أبويي دو فوا بو إكران داكوي. نشوف. كنظن الشاي. ياء، ألف، حاء، جيم، لام، شين، لام، باء، بوت، شين، ألف، ياء. جواب صحيح. بوتون سان ليبيلي. نمر للسؤال الموالي. ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص؟ ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص؟ العمر كنظن. حاء. نشوف الحروف. عين، قاف، ألف، ضاد، صاد، لام، ميم، راء، كاف. كنظن العمر. عين، بوتون، ألف، بوت، لام، راء، ميم، بوت، صاد، ضاد، ألف، حاء، عين، قاف، عين، ميم، بوت، راء. جواب صحيح. وكتستمر اللعبة هكا. كنتمنى تكون عجبتكم. شكرا بزاف على المتابعة، وما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد. وشكرا.